هنا كيف يمكن النظر من أي زاوية إلى زيارة الوزير الأمريكي وهو لا يحمل جديد، ربما الثابت الوحيد الذي جدد التأكيد عليه التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحتى فرص تثبيت التهدئة الهدف الأقرب أو التكتيكي هي ربما محل جدل، لأن أسباب الصراع في مدينة القدس وحي الشيخ جراح ما زالت مستمرة وهي ذاتها. يعني مساء الخير اولا لك ولضيفك صديقي باسم. وفيما يتعلق بزياره بلينكين او تدخل الاداره الامريكيه ان شئنا فيما يحدث بالشرق الاوسط، هو جاء سابقا لاوانه، بمعنى الاداره الامريكيه لديها اولويات ولكنها اجبرت على تغيير اولوياتها وإلى ما يحدث في الشرق الاوسط اهميه خاصه، خصوصا بعد يعني هبة القدس والمواجهات التي حصلت سواء في مدينة القدس أو في الداخل في إسرائيل أو في الضفة الغربية، وأخيرا الحرب مع غزة وخروج الرأي العام العالمي بكثافة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا العدوان الإسرائيلي وانتصارا للشعب الفلسطيني. بالتالي هي دخول غير جاهز للإدارة الأمريكية لهذا الملف، ولكن الإدارة الأمريكية لديها وجهة نظر فيما يتعلق بحل الصراع، وهي العودة إلى ما كان يتبناها الديمقراطيون سابقا، سواء إدارة الرئيس باراك أوباما أو حتى قبل ذلك إدارة الرئيس كلينتون، ولكن لا توجد خطة عملية، وهذه الخطة بانتظار يعني أن تكون أيضا في إسرائيل حكومة مستعدة للتعاطي مع أي تسوية. لا يوجد للأسف في إسرائيل أي حكومة يمكن الحديث معها في أي ملف سياسي، لأن الحكومة ليست يعني راسخة وربما تذهب إلى انتخابات خامسة، وهذا مرجح إذا لم ينجح أحد الطرفين في تشكيل حكومة. في كل الأحوال الأوضاع سيئة، ولكن الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بأن المنطقة يجب عدم تركها، وبالتالي الهدف الأساس للزيارة هو الهدوء. الهدوء ليس فقط على جبهة الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل، وإنما الهدوء أيضا في القدس والضفة الغربية، وهذا ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكي وقبله الرئيس بايدن خلال اتصاله مع الزعماء في المنطقة وخاصة مع الرئيس محمود عباس. وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد تهدئة الفلسطينيين بأن تثبت وقف إطلاق النار وأن تقدم شراكة فلسطينية أمريكية مع السلطة الفلسطينية لتعزيزها وتقوية موقفها وإضعاف حماس ما أمكن، من خلال أيضا أن تكون عملية بناء أو الإعمار في قطاع غزة يعني خارج إطار استفادة حماس في إمكانية إعادة بناء ترسانتها وأنفاقها وكل ما كان يزعج الإسرائيليين ويزعج الأمريكان، وبالتالي هو في هذا الإطار. ولكن هذا الإطار من وجهة النظر الفلسطينية هو مهم ومقدمة يمكن البناء عليها، ولكن هذا مرتبط أيضا بإدارة الوضع داخل السلطة الفلسطينية، في إدارة الحوار الفلسطيني الداخلي، كيف يمكن التعامل بين السلطة وحماس في قطاع غزة، كيف يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ما شابه، كيف يمكن أيضا التوافق حول إعادة الإعمار، لأن حماس استبقت الحديث بتشكيل لجنة في قطاع غزة، وهذه اللجنة لا يمكن يعني أن تكون مقبولة من قبل الأطراف الدولية التي ستمول عملية إعادة الإعمار، وبالتالي من المفروض أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تشرف على إعادة الإعمار أو لجنة وطنية تشرف عليها السلطة الفلسطينية بمشاركة ننتقل عفوا سيد العجار ننتقل مشاهدينا